فضيلة الشيخ، إذا كان الإنسان مسافر ثم أقبل على بلده ويريد أن يجمع ويقصر مثلا الظهر والعصر، ولكنه يأتي يعني في ظنه أنه يصل إلى بلده قبل وقت العصر، ثم يأتي وينام ويترك صلاة العصر، لكنه قصرها مع الظهر، هل يحق له أن يصليها مع الظهر يعني؟ نعم، أقول الإنسان ما دام لم يصل إلى بلده يدخل البلد فعلا فله الترخص برخص السفر من الجمع والقصر. ولهذا صلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد أقبل على الكوفة صلى ركعتين، فقالوا يا أمير المؤمنين هذه الكوفة، فقال إنا لم ندخلها. فيجوز الإنسان أن يترخص برخص السفر كلها حتى يدخل البلد. فإذا صلى العصر مع الظهر ودخل البلد قبل العصر فله أن ينام ولا حرج عليه لأنه عبر أذمته.